السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ عام 1969 عندما تم توثيق أول هبوط رسمي على سطح القمر، كان أهل الاختصاص يقولون العالم هبطوا على القمر ونحن المسلمون ما زلنا مختلفين حول ثبوت رؤية الهلال. والآن وبعد أكثر من 50 عاما تم توثيق مشاهد حقيقية من المريخ الذي يبعد عن الأرض نحو 279 مليون كيلو متر، وليس فقط نحو 385 ألف كيلو متر مثل ما يبعد القمر عن الأرض. يعني القمر يبعد عن الأرض حوالي 35% من المليون، بينما بنحكي عن المريخ عن 297 مليون، ونحن ما زلنا نقول رأينا الهلال؟ لا، ما رأينا الهلال. شافوا الهلال؟ لا، ما شافوا الهلال. ونثير ضيقا ما بعده ضيق في تحديد العطلات، بل إن التقويم الهجري كله بناء على ذلك أصبح مستثنى لصعوبة برمجة مواعيدنا بناء عليه، ونحن ما زلنا منقسمين بين من يقول بالحسابات الفلكية المبنية على الرؤية الشرعية، وبين آخرين ما زالوا يصرون على الرؤية بطريقتها التقليدية قبل مئات السنين. وليتنا نقف عند ذلك، بل الصدمة تكون أكبر عندما يأتيك حاكم مثل القذافي على سبيل المثال للحصر، يعني يقرر الصيام بيوم مستقل حتى لا يسجل عليه أو لا يسجل على نفسه أنه تبع ذلك البلد أو تلك الدولة. في ظل هذا كله نسأل عن انقسامنا كمسلمين ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. نتابع. السلام عليكم، نجدد التحية لكم ولكل من انضم إلينا الآن في البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان، ونبارك للأمة الإسلامية جمعاء قرب حلول شهر رمضان المبارك أحله الله علينا باليمن والإيمان والخير والعمران، وزوال هذا الوباء والبلاء عن هذه الأمة جمعاء، وحرر الله لنا المقدسات ورزقنا الله وإياكم فيها صلاة وهي محررة قبل الممات. ضيوفي الكرام في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله يا أخي الحبيب. وفضيلة الدكتور مصطفى داداش نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية في الجمهورية التركية، حياكم الله ومرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم أستاذ عدنان، حياكم الله جميعا. حياكم أهلاً الله وسهلا. نسعد بوجودكم معنا وندعو الله تعالى ألا نشهد اختلافا في رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، هل نتفائل بذلك فضيلة الشيخ حسين حلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء الكرام والصحب الطيبين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد فأحيي أخي الحبيب الأستاذ عدنان، وحيي أخي الكريم الفاضل الدكتور مصطفى، وأحيي إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأبارك لهم شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا بإذن الله سبحانه وتعالى في يوم الثلاثاء، أي بعد غد إن شاء الله. ولا شك بإذن الله سبحانه وتعالى وفق المعطيات الفلكية والتي نتابعها هذه السنة بإذن الله سبحانه وتعالى ربما يعني تكون مثل العام الماضي، وهذا ما أعتقده، لن يكون هناك خلاف كبير في بدء الصوم وبإذن الله سبحانه وتعالى، ولا أعتقد في نهايته، ربما تختلف معنا يعني دولتان أو ثلاث على أقصى تقدير أربع، لكن الغالبية العظمى من العالم
سيصوم هذا العام في يوم واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنت حضرتك فضيلة الشيخ باركت للأمة مقدما على أنه يوم الثلاثاء بناء على قرار لديكم في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث باعتماد الرؤية الشرعية المبنية على الحسابات الفلكية، ولذلك أنتم عندكم أجندة واضحة، وأعتقد عندكم حتى رمضان العام القادم واللي بعده محدد وفيه قرار، لكن هذا لا تجري عليه مثلا قبلة المسلمين حيث هناك مكة المكرمة وإدارة المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. أنت تعرف أن هناك بلد مثل مصر مثلا ومثل تونس ومثل تركيا، وعندنا التقويم في أوروبا اليوم الأحد هو يوم 29 من شهر شعبان. نعم. ولذلك دعيت مصر إلى أن يعني إلى أن تستطلع الهلال هذه الليلة، والهلال لن يولد لأنه سيولد بعد منتصف الليل بساعتين ودقائق بتقود غرينتش، ومن هنا لا يمكن أن يرى هذه الليلة بحال من الأحوال. السعودية ودول الخليج اليوم عندها هو يوم 28 وغدا 29، ومع ذلك أعلنت السعودية أنها يعني تستطلع هلال شهر رمضان في هذا اليوم لشك عندها في بداية شهر شعبان. وعلى أي فالهلال لا يمكن أن يرى هذه الليلة، وغدا في بعض البلاد كما قلت هو المتمم لشهر شعبان، ويكون بعد غد الثلاثاء هو الأول من رمضان. على بركة الله. طيب دكتور مصطفى داداش، تركيا تجاوزت هذا الأمر وحسمت موضوعها بالرؤية الشرعية بناء على الحسابات الفلكية، ما المشكلة مع باقي الدول العربية والإسلامية في هذا الأمر؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا أشارك جميع التمنيات الطيبة والدعوات المستجابة بإذن الله تعالى الذي تقدم به أستاذنا الفاضل والشيخ أستاذ حسين. فطبعا يعني المشكلة بالنسبة لتركيا نحن قد تجاوزناها قبل أكثر من 40 سنة، فطبعا فالمشكلة إنما يترتب أو تظهر بالمنهج الذي يتخذه بعض الدول الإسلامية. طبعا فنحن يعني بداية أو مبدئيا لا ننكر على هذا المنهج الذي يعتمد على اجتهاد، لكن طبعا لو كان هناك اجتهادات فإحدى هذه الاجتهادات تحقق مصلحة المسلمين وكذلك توحد الأمة الإسلامية، وتوحيد أمة الإسلامية من مقاصد الشريعة الإسلامية السامية كما نعلم، ولذلك يعني فهذا الاختلاف وهذه المشكلة إنما تظهر بسبب المنهج. فنحن الحمد لله تعالى وكما تفضلتم أنتم نحن نستطيع أن نحدد شهر رمضان وشهر ذي الحجة وشوال كذلك لبعض 100 سنين أو 1000 سنين لو قدر الله لهذه الدنيا يعني هذا الزمن الطويل. فلماذا نحن يعني نعتبر الحسابات الفلكية المعطيات الفلكية وكذلك لا نشترط بالرؤية الحقيقية؟ يعني فبهاتين الطريقتين فنحن قد تجاوزناها. فالمشكلة طبعا إذا اعتبرت هذه مشكلة فلا بد أولا أنكم حينما دخلتم في أي نقاش فلا بد أولا هل أنكم ترون أن انقسام المسلمين هنا وهناك مشكلة أم لا؟ فإذا لم تروا لم تعدوا يعني هذه الظاهرة مشكلة في داخل الدول الإسلامية التي يحكمها المسلمون، وهل ترون فعلا يعني هذه الظاهرة مشكلة بالنسبة لإخواننا القاطنين والعايشين في الدول الأوروبية أو أنهم يعيشون كأقلية مسلمة؟ فإذا اعتبرتم هذه مشكلة فلا بد أنكم يعني تحاولون وتبذلون جهدكم لأن تتخلصوا منها. لكن المشكلة الكبرى يا أستاذ عدنان، المشكلة الكبرى باعتقادي وبظني أن المسلمين للأسف الشديد أو من يحكمون على المسلمين هم لا يرون هذه الظاهرة مشكلة، ولذلك أنهم يعني يجرون على ما هم عليه، وكما تفضلتم أنكم في بداية تقديمكم البرنامج أنهم يتبعون الطريقة التقليدية الذي كان هو متبعا قبل 100 سنين أو أكثر من ذلك. نعم.
طب في ظل اتباع الطريقة التقليدية، ما مشكلتنا معها؟ لماذا كانت الأمة منسجمة مع هذه الطريقة في كل القرون السابقة والآن أصبحت هذه الطريقة مشكلة؟ أتساءل بناء على ما يطرحه البعض يعني دكتور مصطفى. نعم طبعا المشكلة، يعني أولا هل نحن نرى ونعتبر أن عدم تحديد بداية الشهور الدينية، أقصد بذلك رمضان وشوال وذي الحجة، يعني عدم تحديده مسبقا هل هو مشكلة أم لا؟ يعني فنحن الآن، يعني أنكم لو سألتموني يعني مثل السؤال الذي قدمتم به إلى شيخ حسين، فماذا ترى؟ هل أن المسلمين سوف يتحدون في بداية شهر رمضان المقبل يعني بعض يومين أم لا؟ فأنا شخصيا لا أستطيع أن أجزم. نعم المعطيات الفلكية مثل ما تفضل به شيخ حسين، لكن لابد أن نصبر يعني حتى يوم الاثنين بعد غروب الشمس، ننتظر حتى يعني يطلع الناس لتحري هلال رمضان، فأنهم إذا رأوه خلاص رأوه، وأنهم إذا لم يروه ربما يقولون نحن أخطأنا في تحديد بداية شعبان، فإذا لابد أن نتحرر الهلال غدا. إلى أي درجة فضيلة الشيخ ترى أن القرار الفقهي الشرعي في هذا السياق يتأثر بالعلاقات الجيوسياسية كما يقال؟ نعم هذه هي حقيقة. يعني فأنا أذكر أن علماءنا الكبار يعني مثل الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ علي محي الدين القرضاوي، أذكر قولهم قبل سنوات لما أنهم سئلوا في بداية رمضان، هم كانوا يقولون الفقهاء قد تفرغوا من هذه المسألة، وهذه المسألة يعني خلاص تفرغنا منه فقهيا، لكن المشكلة مشكلة سياسية. لو أن المسلمين أو السياسيون أو من يحكمون على المسلمين لو اتفقوا على أن يأخذوا قرارا في تحديد بداية الشهور القمرية، على سبيل المثال هم لو اتبعوا اجتهادا ويتركون اجتهاد السائد والمقبول الآن في الدول الإسلامية، ويقولون نحن سنعتبر أو نتخذ أو نعد المعطيات الفلكية يعني معيارا، ولذلك إذا قال علم الفلكي بأن الهلال سوف يمكن أو يتمكن من رؤيته في يوم كذا وفي مكان كذا وفي منطقة كذا، حتى لو ذهب إليه إلى هناك إلى هذه المنطقة أحد من المسلمين، لو كان الغلاف الجوي صافيا يستطيع أن يرى الهلال، لو اتخذ هذا القرار يعني تنحسم المشكلة، فلا يبقى هناك أي جدال يتكرر في كل سنة. لكن للأسف الشديد يعني بدون هذا القرار فأن الناس يعني أظن بأنهم لو لم يتخذوا هذا القرار سوف يمضي علينا 50 سنة مقبلة ونحن لا نزال نتناقش قبل كل بداية رمضان وشوال وذي الحجة، هل غدا بداية رمضان أم لا؟ ولذلك يعني سوف يبقى المسلمون في مشكلة. نعم في ظل هذا الحديث فضيلة الشيخ حسين حلاوة، هل المطلوب شرعا أن تتوحد الأمة في رؤية هلال شهر رمضان المبارك، أم أن الأمر من الناحية الشرعية فيه سعة؟ الأصل أن تتوحد الأمة، هذا هو الأصل، لأن الخطاب النبوي للأمة صوموا هو خطاب توجيهي للأمة كلها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالغم عليكم فأكملوا العدة أو فاقدروا له قدر على ما جاء في الروايات. وإن كان هناك خلاف حصل يعني في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من رأى يعني الأخذ باختلاف المطالع كما حدث في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان، حديث الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن الآن ربما كان سيكون لهم عذرهم في يعني عدم تمكنهم لاستطلاع الهلال كأمة كبلاد إسلامية. أما اليوم كما ذكرتم أن الناس طلعت إلى سطح القمر ومشت على أرضه الإنسان، وأصبحنا نستطيع كما قال أخي الدكتور مصطفى لعشرات بل لمئات السنين نستطيع أن نعرف، ثم إننا يعني يخبرنا العلم
متى الكسوف ومتى الخسوف إلى عشرات ومئات السنين، ونحن نؤمن بذلك ونأخذ بهذا الأمر. ثم إننا يا سيدي نصلي صلاتنا ونصوم يومنا ونفطر على هذه الحسابات، وما يتكلم أحد وما يقول فيها شك ولا أي شيء أبدا. وإنما يعني هكذا لا زالت للأسف بعض العقول، سواء كانت لجوانب سياسية أو جوانب يعني وقوفها عند ظاهر النص، لا زالت لا ترى في هذا الأمر مشكلة أبدا. لكن فضلت الشيخ الحقيقة الغرب ينظر إلينا على أن هناك مشكلة في الأمة. نعم. مشكلة يعني كيف لا تستطيع. حضرتك أشرت لي سابقا في سنوات سابقة عن مؤتمر كبير شاركتم به في تركيا، وكان في اتفاق على رؤيتين أو مطلعين أو هلالين، خلينا إنجاز التعبير، وليس رؤية واحدة أو اتفاق واحد. مش هذا اللي خرجتم به من مؤتمركم؟ لا، ده نحن كان هناك يعني حصل مؤتمر، ولعل أخي الدكتور مصطفى يذكره. نعم، وحضره أكثر من 70 دولة وممثلين على أعلى يعني تمثيل ديني من كل يعني بلاد الإسلام والمسلمين، من المجامع الفقهية، من المفتين، من وزراء الأوقاف وإلى آخره. وكان هناك نظرتان، النظرة الأولى هل الأمة تأخذ بوحدة المطالع أم تأخذ بأن لكل دولة مطلعها. وفي النهاية حسم الأمر بالاقتراع بين العلماء، وكانت النسبة يعني تقابل 80% على ما أذكر تقريبا، على أننا يجب أن نأخذ بوحدة المطالع. هذا المؤتمر الذي عقد في الآن نحن تركيا. نتحدث عن ذلك، ولكننا بكل أسف دكتور مصطفى داداش تجد مثلا في بلد أوروبي معين، رغم وضوح قرار المجلس الأوروبي ورغم وجود مراكز إسلامية وعلماء معتبرين من أبناء البلد، إلا أنه المسجد الممول من الجزائر ينتظر قرار هلال رمضان في الجزائر، والمسجد الممول من المغرب ينتظر القرار في المغرب، وحتى المسجد التابع لتركيا ينتظر القرار من تركيا، وهم جميعا في فرنسا. كيف نتعامل مع ذلك؟ أنا كمسلم عادي على مين أرد؟ بارك الله فيكم. لكن لو سمحتموني يعني أن أخص نمر مرارا سريرا على ما أخذه المسلمون والعلماء والفقهاء يعني تقريبا فضل. منذ قرن. فأولا طبعا فنحن نرى أن الفقهاء الكبار في سنة 66 قد اجتمعوا في الأزهر الشريف تحت مظلة الأزهر الشريف، وأنهم خلصوا في النهاية وقالوا يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم حتى متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية. يعني فهذا القرار كان قد قرب المسلمين بعضهم من بعض. ثم بعد 7 سنوات تقريبا فكذلك وزراء الأوقاف قد اجتمعوا في الكويت، وأنهم كذلك قرروا نفس القرار. ثم بعد تقريبا يعني 10 سنوات أن فقهاءنا الكبار بما فيهم مصطفى زرقاء وكذلك شيخ يوسف القرضاوي والعلماء الكبار جدا، هم كذلك اجتمعوا في جدة سنة 86، وأنهم قد أخذوا نفس القرار، حتى أنهم وسعوا هذه الدائرة يعني ووحدوا جميع المطالع، وقالوا إذا رؤي الهلال في مصر يلزم جميع الأمصار رؤيتهم. ثم بعد ذلك يعني فقد عقد اجتماع كبير جدا، والمؤتمر كبير في إسطنبول سنة 78، وهذا المؤتمر فعلا قد شارك فيه يعني في مثل هذه الظروف قبل 40 سنة أكثر من 30 دولة والممثلون من هنا وهناك، وأنهم كذلك اجتمعوا وخلصوا إلى قرار بوجوب وحدة المطالع، بمعنى أن الهلال في أي نقطة إذا رؤية يلزم سائر المسلمين رؤيتهم. ثم أنهم كذلك قرروا بأن الرؤية هو المهم والأهم، لكن الرؤية
إذا قال الحساب الفلكي بأن الرؤية سوف يتحقق في منطقة كذا وكذا، وهذه المعطيات الفلكية لابد أن تقبل. ثم بعد ذلك يعني المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث جزاهم الله خيرا، يعني يجب ألا ننسى فضلهم وكذلك مساهمتهم في توحيد كلمة المسلمين في البلاد الغربية، وأنهم في عدة اجتماعات وكذلك قرروا نفس القرارات التي اتخذت قبل ذلك. ثم أنكم تطرقتم إليه، وكذلك شيخنا الفاضل شيخ حسين كان موجودا وشرفنا في هذا المجتمع الذي عقدناه في سنة 2000 في المؤتمر 2016، وكما تفضل قد شارك في أكثر من 70 دولة، ونحن كذلك اتخذنا نفس القرارات. إذن يعني هذا المؤتمر الكبير الذي عقد قبل 5 سنوات في إسطنبول لم تكن قراراته يعني قرارات قد أخذت هناك وليس له علاقة بما قرره العلماء الكبار قبل ذلك، لا، يعني كانت قرارات هذا المؤتمر فعلا كانت متممة ومكملة. فكذلك أريد أن تسمحوا لي يعني بنقطة مهمة جدا، ونحن في تركيا لم يكن لنا إشكال أبدا، فنحن يعني منذ 50 سنة وقبله كذلك فكان عندنا تقويمنا وكنا نطبقه وكنا نستطيع أن نحدد الأيام العيدية والدينية قبل يعني عشرات من السنين. لكن فجزاهم الله خيرا شيخنا شيخ حسين وكذلك شيخ علي القرداغي ثم العلماء الآخرون في المجلس الأوروبي أنهم يعني دائما كانوا في بذل يعني حثيث جدا كي يوحدوا جميع المسلمين، حتى المسلمون الأتراك في أوروبا يا أستاذ عدنان فلم يكن عندهم إشكال، يعني أي قرار مسبق قد طلع من رئاسة الشؤون الدينية بجمهورية تركيا أنهم كانوا يأخذونه ولا يتركونه أبدا، وليس فيهم ما بينهم خلاف أبدا. لكن المشكلة كما تفضلتم أنتم، فأخونا الجزائري لا يزال ينتظر الأخبار الآتية من الجزائر، وكذلك أخونا الباكستاني والهندي وغيرهم. فنحن لما رأينا أن هذه مشكلة كبيرة وأنها تفرق المسلمين هناك، فنحن حزننا كثيرا وقلنا لابد يعني أن نعقد مؤتمرا كبيرا ونضم جميع معظم فقهاء الأمة، وكذلك ندعو جميع الدول الإسلامية يعني ممثليهم وكذلك وزرائهم ونجمعهم حتى نتخلص من هذه المشكلة. وفعلا الحمد لله بجهود الفقهاء وكذلك بكلمات مؤثرة جدا من فقهاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أنهم عرضوا يعني لنا وقدموا لنا يعني المظهر السائد والحاكم في المجتمع المسلم يعني في أوروبا، بما أنهم يحرمون من حقوقهم وبما أنهم يصلون في مسجد واحد في يومين صلاة العيد، وبما أنهم يعني يستأجرون قاعة في يومين أو 3 أيام احترازا من أن يكون الخلاف أو الاختلاف في تحديد يوم العيد. كل هذه المشاكل أو أكثر، حتى أننا سمعنا من إخواننا أن رئيس الجمهورية في ألمانيا لما سئل لماذا أنكم لا تعطون المسلمين حقا أو تخصون لهم يوما لعيدهم، فأنه أجاب بأن المسلمين لو اتفقوا فيما بينهم نحن نعطيهم، لماذا لا نعطيهم؟ لكن المشكلة ليست من عندنا، والمشكلة من عند إخواننا المسلمين في أوروبا أو المواطنين المسلمين في أوروبا. فنحن الحمد لله يعني بعدما عقدنا هذا المؤتمر وجزاهم الله خيرا يعني مرة عديدة، لابد أن نكرر هذا الشكر للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وأنهم يعني كانوا معنا ونحن نشرنا هذه القرارات المتخذة في هذا المؤتمر. نعم. فالحمد لله أرجو بأننا يعني قد اقتربنا من تجاوز هذا الاختلاف. جميل جدا، خليني أقف عند هذه، إن شاء الله في خلال نعم. سنوات سوف نتجاوز كليا بإذن الله تعالى. أقف عند هذه النقطة وأذهب إلى الشيخ حسين حلاوة. منذ ذلك المؤتمر حتى الآن، هل تعتقد أننا نقترب من تجاوز الخلاف، أم أن العقليات ما زالت في بعض المساجد وبعض المراكز المهمة والرئيسة في مدن رئيسة في أوروبا ما زالت هي؟ لا، يعني على مستوى، لو كنا على مستوى أوروبا كأوروبا إحنا تقدمنا كثيرا، وهناك بالعكس هناك دول
حسمت امرها وانتهى الامر. وفي زي مثلا امر السويد وامر ايطاليا وامر، هناك دول حسمت امرها، هناك مدن ايضا في المانيا في 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 يعني فرنسا حسمت امرها. تبقى هناك بعض الحاضرات الكبيره زي لندن، زي مثلا يعني أنا آسف زي باريس، المدينة باريس لا زالت هناك بعض الإشكاليات. فعلا هناك من ينتظر بلده لينظر ماذا قالوا في الرؤية فيتبع قولهم. لكن إحنا حصل عندنا فعلا تطور، حصل عندنا تطور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى خلال خلينا نقول السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الاجتماع الذي حدث في إسطنبول. جميل. وكانت له نتائج الحمد لله المرضية والطيبة على مستوى العالم الإسلامي. سؤالي لك يتكرر كل عام، لأنه سؤال يطرح كل عام ويتكرر على أسنة الناس. المسلم العادي في باريس ماذا يصنع؟ هل يلتزم بقرار المجلس الأوروبي بغض النظر عن المسجد الذي يصلي به أو البلد الذي يتبع له في الجنسية الأصلية، أم ماذا يفعل؟ يعني الحقيقة إذا كان في مدينة لا تتأثر القضية عندهم بفعله، فلا يبدو كأنه شاذ ومنشق عن الجماعة وخارج عن الأمة، لا يتبع المجلس الأوروبي. لأن المجلس الأوروبي كما الحمد لله في كل عام نثبت بعد أن ينتهي رمضان وفي وسط رمضان كيف أن الـ يعني ما اتخذه المجلس من قرار كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل العلماء الذين شاركوا في وضع هذه القرارات كان صائبا. لكن لو أن عمله سيكون له تأثير على الواقع المسلمين في القرية التي هو فيها، إذا كانت قريته صغيرة فلا يتبع الـ يعني ما يتفقون عليه بالنسبة لهذا أو لا. لأن هو عفوا فضيلة الشيخ الأمر يتبعه مثلا صلاة تراويح، يتبعه يوم العيد صلاة عيد، فأنا ما بقدر مثلا أني أعيد لحالي إذا أنا مثلا أصلي قريب من المسجد الكبير في باريس وهو أقرب مسجد علي، والمسجد الكبير في باريس قرر أنه يمشي مع الجزائر، والجزائر مثلا قررت أنها تصوم يوم غير المجلس الأوروبي، فصارت صلاة التراويح عندهم غير. لا أنا في 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 مثل هذه المدن أنا أختلف، لأن المدن كبيرة ولا ويجب أن نسعى إلى توحيد الأمة فيها. ولذلك أنا لو تركت الصلاة في مسجد مثلا يعني ومشيت إلى مسجد أعتقد ولو يبعد عني، وأنت تعرف المسافات عامة داخل المدن بالسيارة يعني بين المسجد والمسجد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من السهل مع تيسير الطرق وإلى آخره، من السهل أن يقطع الإنسان في مسافة بسيطة. لكن أنا الذي أخاف منه عندما يعني تكون القرية صغيرة ويبدو فيها الانقسام أمام الناس ويبدو فيها الاختلاف، هذه المشكلة عندي. لكن لو أنني في مدينة كبيرة لا، أنا لماذا أتبع هذا المسجد وأنا على يقين أنه أخطأ، وأنا على يقين أنه ليست عنده منهجية علمية في إثبات رمضان أو في إثبات العيد، أنا لأذهب إلى المسجد الذي أنا على يقين أن هذه قضية دين. لكن أنا عندما تكون القضية بقى قضية يعني أنا زي ما قلت أعيش في مدينة صغيرة أو المسلمون قلة في البلد، وهم هذه ليها بقى مآلات أخرى الإنسان بينظر إليها في الفتوى. طيب جميل جدا، والمجال مفتوح للمشاهدين الكرام كما هي الأرقام الظاهرة على الشاشة. ما لديه سؤال في هذا الموضوع في رؤية هلال رمضان والأحكام المرتبطة به، مرحبا به حسب الأرقام الظاهرة على الشاشة. الدكتور مصطفى، يعني من الأمور التي تفرض نفسها في نقاش هذا الموضوع عندما نتحدث عن رؤية فلكية أو رؤية شرعية، أو رؤية شرعية تضبط الرؤية الفلكية،
هل لنا أن نشرح هذه المصطلحات بشكل يعني يستوعبه المشاهد؟ طبعا. فيعني في بداية القول ينبغي أن لا نفرق كثيرا بين الرؤية الشرعية وبين الرؤية الفلكية. ممكن أن نسمي الأول الرؤية الحقيقية والثاني الرؤية الحكمية. ما الفرق بينهما؟ مرة أخرى ماذا سميتهم؟ الرؤية؟ نعم، الرؤية الحقيقية بما أنتم تفضلتم بأنه رؤية شرعية، والثاني الرؤية الإمكانية أو الرؤية الحكمية. الحكمية، نعم. يعني الرؤية الحقيقية، فمثلا أنكم أولا يعني تستفيدون من المعطيات الفلكية بأن الهلال على سبيل المثال سوف يعني يبتعد، القمر سوف يبتعد من الشمس كذا وكذا درجة، فنحن قد أخذنا في مؤتمر إسطنبول بثمانية درجات، وقبله في مؤتمر الكويت أنهم أخذوا سبع درجات. يعني إذا ابتعد القمر سبع درجات أو ثمانية درجات عن الشمس، فهذا طبعا يختلف من حيث الساعة الزمنية بين أن يكون مثلا 14 ساعة أو أكثر من ذلك على حسب المواسم والفصول وعلى حسب المعايير أيضا، معايير الفلكية يعني فيما يتعلق برؤية الهلال. ثم إذا بقي الهلال مثلا فوق الأفق بعد غروب الشمس، إذا بقي الهلال مثلا مدة نستطيع أن نراه فوق الأفق بعد غروب الشمس، فحضرتكم ذهبتم إلى هذه المنطقة وكان الغلاف الجوي صافيا، لم يكن هناك غبار ولا بخار ولا أي شيء، فإذا رأيتم الهلال فهذا ما نسميه رؤية حقيقية. وما هو الرؤية الحكمية؟ الرؤية الحكمية أنكم كذلك تستفيدون من المعطيات الفلكية، لأن العلم الفلكي يقول لكم سوف يتمكن من رؤية الهلال بما أنه يتحقق في المعايير، يعني معيار ابتعاد القمر عن الشمس وكذلك معيار يعني مكوث القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق مثلا بخمس درجات، فأنكم حتى لا تذهبون إلى هناك ولكنكم أسف بس أيضا ألا يوجد هنا معيار في الشكل الذي يمكن لصاحب الرؤية الحقيقية أن يرى عليه الهلال فنقول له أنت صادق أو غير صادق؟ أكيد طبعا، هذا ما تحدث به فقهاؤنا الكبار مثل تقييدنا السبكي في كتاب الفتاوى، فأنه قال إذا قال علم الفلك بأن الهلال سوف يغرب قبل غروب الشمس أو يغرب مع غروب الشمس، فالهلال لا يستطيع أن يرى أبدا، لا يستطيع أحدا أن يراه أبدا، لأن الهلال لم يكن في الأفق تحت يعني فوق الأفق أصلا، وكيف تستطيع أن تراه؟ ولذلك قال لو أن الناس شهدوا بأنهم قد رأوا الهلال وفي الحقيقة أن الهلال قد غرب قبل غروب الشمس فشهادتهم مردودة، لا نقبل شهادتهم، لأن هذه شهادة قد يكذبه العقل والحس والعلم واليقين، كيف نقبله؟ فالعلماء الآن يسمونه بالأخذ بمعطيات الفلكية في النفي دون الإثبات. حتى السبكي تقييدنا السبكي لم يتطرق في مسألة الإثبات ولكنه سكت عنه وتحدث في مسألة النفي، بمعنى أن علم الفلك إذا قال إن الاجتماع لم تحدث بعد يعني قبل غروب الشمس وكذلك الهلال قد غرب قبل غروب الشمس فالهلال مستحيل أن يراه أحد، ولذلك أي شهادة قد شهد بها أحد فيرد شهادته ولا يقبل أبدا. فأنا أريد يعني كذلك أن أتطرق إلى نقطة مهمة جدا، فالحمد لله جميع الدول الإسلامية قد تجاوز عن مشكلة كبيرة جدا. مثلا قبل سنة 2012 فهناك إحدى الدول الإسلامية التي دائما تتطلع إليه عنوق المسلمين قبل بداية رمضان وكذلك قبل شوال وذي الحجة، أنهم كانوا يأخذون ويقبلون الشهادة حتى وإن كانت الرؤية مستحيلة، فكان يأتي أحد من المسلمين ويقول أنني قد شهدت الهلال والهلال في الحقيقة قد غرب قبل غروب الشمس ورؤيته مستحيلة، أنهم كانوا يقبلونه وكذلك يعلنون بأن غدا سوف يكون بداية شهر رمضان. حتى أحد الإخوة العلماء في هذه الدولة أنه عبد المنعم القاضي ألف مقالة وكتابا ثم بعد ذلك، فأنه قد احتكم وحاكم يعني إعلانات هذه الدولة في 46 مرة
بمعايير إسطنبول، مؤتمر إسطنبول سنة 78، وخلص في النتيجة بأن يعني تقريبا في 80 أو أكثر من 80 مرة بأن هذه الدولة دولة قد أخطأت في الإعلان. تقريبا يعني في 29 مرة، في 29 مرة أنهم قد أعلنوا بأن يعني غدا بداية رمضان أو ذي الحجة أو كذلك شوال، ولكن الهلال رؤيته كانت مستحيلة عندهم. لكن في سنة 2012 أنهم قد تجاوزوا هذه المشكلة وقالوا نحن نأخذ يعني معطيات علم الفلك في النفي دون الإثبات، بمعنى أن علم الفلك إذا قال فرؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة، فأي واحد إذا يعني أدلى بشهادته فشهادته سوف ترفض ولا تقبل. الحمد لله يعني منذ ذلك الحين إلى هذا الوقت أنهم تخلصوا من هذه المشكلة. وأتذكر أنه كان هنالك مكافأة مالية، يعني الذي يأتي يحصل على المكافأة مالية، اللي بيجي ثاني يوم لما يكون خلاص المتمم ما فيش مكافأة مالية، فالناس تتنافس عشان تحصل على المكافأة. صحيح صحيح، ربنا يغفر لنا جميعا إن شاء الله. لكن يا أستاذ عدنان، فبالرؤية الحقيقية، بالرؤية الحقيقية إذا اشترطناه لدخول أو لتحديد شهر رمضان أو غير ذلك، بالرؤية الحقيقية لا نستطيع أن نحكم ونحدد مسبقا متى يكون رمضان ومتى يكون شوال إذا اشترطنا ذلك. لا يعني بمعنى أننا نشترط بأن الهلال إذا رؤية بعد غروب الشمس في اليوم 29 من شعبان ممكن، إذا رأيناه رأيناه، وإذا لم نراه خلاص فنحن نكمل الشهر. لا نستطيع أن نحدد شهر رمضان ولا شهر ذي الحجة. لا بد أن نقبل الرؤية الحكمية، بمعنى أن علم الفلك يعني يستطيع الآن أن يحدد متى يعني تكون الاجتماع ومتى يبتعد القمر يعني بكذا وكذا درجة حتى لمئات سنين ولآلاف السنين. ثم يقول لك علم الفلك فالهلال سوف يبقى يعني فوق الأفق بعد غروب الشمس بكذا درجة مثلا هذه السنة، وكما تفضل شيخنا حسين بأن الهلال سوف يتمكن من رؤيته في قارة أفريقيا في كذا وكذا دقيقة وفي هذه اللحظة بالضبط. إذا كان واحد إذا ذهب إلى هناك وكان الغلاف الجوي صافيا يستطيع أن يرى الهلال بإذن الله تعالى. وهناك نقطة مهمة أخرى، يعني في جميع المؤتمرات فأن المؤتمرين والمجتمعين الفقهاء والعلماء لم يشترطوا يعني الرؤية بالعيون المجردة، وأنهم قالوا الأصل هو الرؤية، سواء تمت رؤية الهلال بالعيون المجردة أو بآلة حديثة أخرى، يعني يستطيع واحد إذا يذهب إلى هناك أن يرى الهلال. ولذلك لا بد إذا كنا نريد أن نحدد شهر رمضان وشهور أخرى يعني مسبقا، لابد أن نقبل الرؤية الحكمية. لكن ممكن إذا كان واحد يريد أن يقتنع ويطمئن قلبه ممكن أن يذهب إلى هناك وكذلك يشاهد بهم عينه. لكن يعني المعطيات الفلكية إنما يقول لك الهلال سوف يبقى فوق الأفق بكذا وكذا دقيقة، لكن كي ترى الهلال في هذه اللحظة لابد أن يكون الغلاف الجوي صافيا. مثلا يعني أنا أذكر قبل عدة سنوات إخواننا في أرجنتين كنت أتابعهم من تركيا من أنقرة، فأنهم ذهبوا إلى المكان الذي حدد من قبل الفلكيين بأنهم يستطيعون أن يروا الهلال هناك، لكن الجو لم يكن صافيا، وكان هناك غبار وكانت هناك رطوبة وغير ذلك، لم يتمكنوا من رؤيته. إذن الرؤية الحقيقية يعني هناك شرط آخر كي ترى الهلال، لابد أن يكون الحالة المناخية لكن على كل حال حتى إذا ما رأيت الهلال، الهلال موجود يعني في أفقي، وكما نحن الآن حينما نحدد صلاة الفجر مثلا يعني نأخذ بالحسابات الفلكية، لا واحد منا يطلع إلى الشارع كي يتحرى الفجر يعني يقبل في تحديد الصلوات، ولكنه للأسف الشديد لا يقبل في تحديد يعني رؤية الهلال. صحيح. أعود إلى هنا إلى الشيخ حسين حلاوة وأقول بناء على ما تفضلتم به، من المستحيل أن يرى أحد الهلال مساء هذا اليوم. طيب إذا طلع لنا حدا في بلد عربي أو إسلامي
وقالوا جدلا أنهم رأوا الهلال وقرروا أن يصوموا غدا، ماذا نصنع؟ الهلال لم يولد بعد يا سيدي، الهلال سيولد. بس احنا عندنا سوابق، يعني احنا كمسلمين عندنا سوابق في الأمة، انه كان من المستحيل ان نرى الهلال فلكيا، وطلعوا قالوا راينا الهلال وصوموا الناس. صحيح، لكن في فرق بين المستحيل ان نرى الهلال وهو موجود، وفي فرق نتيجة لاختلاف الدرجة في وجوده، وفي فرق في أن الهلال لم يولد أصلا، غير لم يولد بعده، لم يولد بعده، الهلال سيولد بعد الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش، يعني الخامسة بعد منتصف الليل، الخامسة فجرا صباحا بتوقيت مكة المكرمة. عفوا، إذا كان الثامنة مساء، إذا كان الثامنة مساء بتوقيت جرينيتش، يعني الحادي عشر ليلا بتوقيت مكة المكرمة. لا، الثانية صباحا. اي نعم، الثانية صباحا بتوقيت جرينيتش، الخامسة صباحا. نعم اي نعم، لذلك ما فيش. لكن انا دعني بس اقول شيء، ان الرؤية سواء كانت بالحساب فهي رؤية حقيقية كذلك، يعني بعد إذن أستاذي الدكتور مصطفى، إنما الرؤية البصرية والرؤية الحكمية، لكن كلاهما إذا رؤية حقيقة فهي رؤية حقيقية، يعني إذا رؤية حقيقة فهي، لأني أنا لا أستطيع أن أقول عن الرؤية الحسابية سوى أنها رؤية حقيقية كذلك، لأنها ثبتت بعلم قطعي لا يقبل الشك بحال من الأحوال. لكن إذا خرج من يقول لنا اليوم بأن الهلال رؤية، زي ما قال أخي الحبيب دكتور مصطفى، هذا العلم نفى أن يكون الهلال موجود أصلا، ونفى إمكانية أن يرى، مش يرى، أن يكون موجودا، ولذلك لا يؤخذ بهذا الكلام يعني أبدا. نعم. طيب، هنا فضيلة الشيخ، فقط من باب الفتوى والحكم الشرعي، حتى لا يفهم البعض أننا نريد للناس أن يخرجوا عن بلدانهم، في النهاية المسلم يتبع بلده حتى لو كان القرار بينه وبين نفسه خاطئا. أكيد، نعم، وهذه فتوى العلماء جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، أو الفطر يوم فطركم. فأنا أتبع البلد الذي أنا أعيش فيه، إن قالوا غدا رمضان فأنا معهم، إن قالوا غدا العيد فأنا معهم، لا أخالفهم. وهذه فتوى المجامع الفقهية كذلك، وفتوى يعني أهل العلم الثقات. وإذا عكسنا هذا على أوروبا، نقول أنت تحاول قدر استطاعتك أن تسير مع المجلس الأوروبي للإفتاء، إلا إذا كان هذا السير سيظهر منه أنه سيشق عصا المسلمين في تلك القرية أو تلك البلدة، إذا كانت خصوصا صغيرة وصعب ضبط الأمور فيها. نعم، تمام، حتى تكون الصورة واضحة للجميع، لأنه الآن فضلت الشيخ، ما عاد يعني في كثير مساجد أصلا لا في تراويح، ولا في حتى ممكن تكون صلاة عيد حسب الحالة الجوية، لأنه إذا كانت الأماكن مغلقة فصعب، أماكن مفتوحة بتعتمد على الطقس. وهو طبعا هذه السنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة. هذه السنة كثير من البلدان لن تفتح المساجد لصلاة التراويح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة. دكتور مصطفى، ما الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها في التعاطي مع هذه المسائل؟ أنت كل مرة من خلال النقاشات، من خلال الحديث، تشعر أنه في نقاط معينة الناس تغفل عنها. نعم، يعني طبعا، فقبل قليل أنكم سألتم شيخ حسين وكيف أنت تفعل مثلا، يعني فتعيش في بلدة وتوقن بأن الإعلان الذي أعلنه هذه الدولة بالخطأ. فأنا أذكر أن أحد العلماء عبد الله سليمان المنيع طال الله عمره، وله مقالة جميلة جدا،
وهو كان يخاطب في مقاله هذا يعني قاضي القضاة في دولته إذاك، بأنه يقول يعني المنهج الذي أنتم اتخذتموه هو خطأ، يعني خطأ يقينا، لكنه يقول طالما أنا أعيش في هذه الدولة لا بد أن ألتزم بما يقرره أو تقرره الدولة أو بما يعلنه الدولة. ولذلك يعني حتى لو كان اجتهاد أحد العلماء أحد الناس يعني مخالفا لاجتهاد يعني الرأي السائد وبما هو مقرر ومعلن في دولته التي يعيش فيها، لا بد أن يلتزم بما هو مقرر أو بما هو معلن. ولذلك فيما يتعلق بأوروبا بإخوان أوروبا، فأنا أنصحهم بأن يتبعوا يعني قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وهناك نقطة أخرى يعني فيما يخص إخواننا العايشين في أوروبا وكذلك في بلاد الغربية، بأن الحسابات الفلكية أو المنهج الذي اتخذه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فلا يوجد في هذا المنهج مشكلة أصلا. لماذا؟ لأن الهلال إذا رؤي في الغرب، إذا رؤي في الشرق، يعني فأكيد أن الرؤية تتحقق في بلادهم يعني في بلاد أوروبا. هذه قاعدة فلكية فقهية معتبرة من قبل جميع الفقهاء، يعني رؤية أهل المشرق فرؤية أهل المشرق فيلزم يعني أهل المغرب بها. لماذا؟ لأن الهلال لما أنه قد رؤي في الشرق فيكون كلما أنك قطعت مسافة إلى الغرب فيكبر عمر الهلال، يعني فيكبر عمر الهلال، ولذلك يبقى فوق الأفق أكثر مما بقي في الشرق. وإذا رؤي الهلال في قارة أمريكا فكذلك لا توجد مشكلة بالنسبة لإخواننا المسلمين في أوروبا. لماذا؟ كما قلت لكم، فالعلماء الكبار لا بد أن نحترمهم، هؤلاء يعني أقطاب الأمة الإسلامية، وهم قد اجتمعوا يعني في 66 في الأزهر الشريف تحت مظلته، وأنهم قد قرروا، قالوا يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم. متى كانت هذه مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية؟ يعني فأوروبا دائما تشترك في جزء من الليلة التي تمكن المسلمون في قارة أمريكا من رؤية الهلال. ولذلك لا توجد من حيث الفقه وكذلك من حيث علم الفلك بالنسبة لإخواننا المسلمين العايشين في أوروبا في اتباع المنهج الذي اتخذه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وينبغي أن يتطرق إلى نقطة مهمة أخرى، فالآن مثلا المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هناك كبار من العلماء والفقهاء، ويعني فهؤلاء العلماء ينبغي أن يحترموا. وكذلك في مؤتمرنا الذي عقدناه قد اشترك فيه العلماء الكبار، فلماذا نحن نترك رأيهم ثم أننا كذلك نعيش هذا الانقسام في بلدنا؟ يعني هل هذا فأعتقد السؤال، هذا وأظن السؤال أحيله إلى الشيخ حسين حلاوة، لماذا رغم كل هذه الأسماء الوازنة وهذه الجهود العلمية الرصينة في الوصول إلى مثل هذه الأحكام لا يحترمها البعض ولا يلتزم بها؟ يعني أنا لا أحب أن أتهم أحدا في دينه، لكن هي يعني هناك أسباب كثيرة ناتجة عن هذا. من هذه الأسباب خليني أقول الجهل، يعني وعدم التقدير المعرفة بالعلم والاطلاع على أقوال أهل العلم والفقهاء واحترام الآراء العلمية الرصينة. فتجد عندنا في بعض المساجد، وهذا معروف في أوروبا، أناس يعني ركبوا موجة الإمامة والخطابة في المسجد وليس عندهم علم شرعي، فبالتالي حتى يغطون على هذا هم ينتظروا أن يعني تأتي الفتاوى من الخارج حتى يعني يسوقوا بها المساجد التي يعملون فيها. هذا من وجهة نظري سبب. السبب الآخر أيضا الخلافات السياسية بكلها ظلال على الواقع الذي نحن نعيش في البلاد. فكل
هذا ما يؤثر. طب في هذا السياق احنا احنا اخذنا تقريبا ساعه تلفزيونيه في الحديث في هذا الموضوع، والقصه اذا تناولناها بعقليه قائمه على احترام العلم واراء العلماء سنحترم ما قيل، اما اذا تعاملنا معها بالتحيز المسبق والرفض المسبق فلو تكلمنا 50 ساعة نفس النتيجة. كلمة أخيرة في هذا الملف دكتور مصطفى، ثم كلمة أخيرة للشيخ حسين إذا تكرمتم. تفضل دكتور مصطفى. إن شاء الله، بارك الله فيكم. طبعا فأنني أنصح بإخواني المسلمين العايشين في أوروبا، خصوصا في أوروبا، بأن لماذا؟ لأنه لا توجد مشكلة كبيرة في الدول الإسلامية، لأنه يوجد هناك مرجع يستطيع مثلا أن يلزم الناس ويكون صومهم يعني صوم الجميع وفطرهم وفطر الجميع. لكن المشكلة أو تظهر مشكلة في إخواننا، بين إخواننا المسلمين في أوروبا، فأنني أنصحهم ينبغي أن نتجاوز هذه المشكلة يا أستاذ عدنان. فهناك مشاكل كثيرة جدا الآن، ينبغي أن نضع على الطاولة يعني مشكلة الشباب المسلم الذي يعيش في أوروبا، بأنه لم يدخل مرة واحدة في المساجد، بأنه يبتعد عن دينه يوما فيوما، وكذلك نسي لغاته ولسانه الذي يربطه بدينه وبإيمانه. ينبغي يعني أن نضع هذه الأشياء في طاولة النقاش، ونتفرق من تلك المسائل التي قد تفرغ عنه العلماء والفقهاء. خلاص يعني هناك، لو كان هناك اجتهاد أو منهج يحقق مصلحة المسلمين ينبغي أن نأخذ به ونتجاوز هذه المشكلة وننتقل إلى مشكلة أكبر وكبرى حتى نحلها. يعني لذلك فأنني أنصحهم بأن يتخلصوا. وأرجو، فقبل أسبوعين قد أرسل إلي أحد الإخوة وهو رئيس يعني رابطة الأئمة في دولة النرويج، بأنهم قالوا خلاص أنهم قد قرروا يعني أن يأخذوا بمعطيات أو بقرارات إسطنبول، وأنهم سوف يمشون وراء قرارات المجلس الأوروبي لفتوى البحوث. فمثلا في دولة بوسنة، فقال لي شيخ الإسلام هناك، فكان عندهم المشكلة نفسها، ولكنهم قد أخذوا بقرارات مؤتمر إسطنبول 78، ثم صار عندهم يعني سنة وسنة أخرى مشكلة وضجيج، ثم في السنة الثالثة أنهم قد تخلصوا من هذه المشكلة. الآن صارت كلمتهم كلمة واحدة، وصاروا الحمد لله متحدين. وأرجو بجهود شيخ حسين يعني فجزاهم الله خيرا، وكذلك إخوانه العلماء العايشون أو عاملون في المجلس الأوروبي لفتاوى البحوث، بجهودهم بإذن الله تعالى إن شاء الله أرجو بأن نتجاوز هذه المشكلة، ثم نتفرغ لمشاكل أخرى أهم وأكثر. أكرمك الله. في ختام هذا الملف الشيخ حسين حلاوة، في أقل من دقيقة ماذا نقول؟ أنا أثني على ما قاله أخي الحبيب فضيلة الدكتور مصطفى. علينا أن نترك هذه المشاكل التي يعني عفى عليها الزمن كما يقولون، وانتهى أمرها وقطعت بحثا، ونتفرغ لما هو أكبر. عندنا في أوروبا مشاكل كبيرة كبيرة كبيرة، علينا أن نتفرغ لها. وجزاكم الله. أكرمكم الله فضيلة الشيخ حسين حلاوة، وشكرا جزيلا فضيلة الدكتور مصطفى داداش، نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية في الجمهورية التركية.